الله معكم. لا شك في أنه شعب لبنان لا يزال يعاني من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية رغم وعود وزارة الطاقة لسنوات عديدة متعاقبة بتأمين الكهرباء 24 على 24، إنما بقيت هالقرارات حبر على ورق والوعود تبخرت وبقي المواطن يدفع فاتورتين كهرباء شهريا طبعا، ويعاني أيضا من انقطاع في الكهرباء. اليوم نحن أمام نموذج أولي مقترح من قبل دكتورة كلوديا مطر ودكتورة أمل إعالي لتسخير طاقة أمواج البحر للحصول على أفضل كفاءة بتكلفة طبعا منخفضة، وسيتم اختباره قريبا جدا بعدة نقاط بعد أن يتم تحديده عبر استعمال نظم المعلومات الجغرافية على طول خط الساحل اللبناني. هالمرة الوعد سيتحقق بإذن الله على يد المرأة. من البيت رح يكون معنا دكتورة كلوديا مطر، إلى أن نلتقي بلقاء مفصل قريبا جدا بعد الانتهاء من الأبحاث مع دكتورة أمل إعالي ودكتورة كلوديا سوية. الله معك دكتورة كلوديا مطر، نحن فخورين بهالإنجاز وبهالأبحاث اللي عم تقوموا فيها مع بعض، ونتمنى أنه إن شاء الله قريبا تصير قيد التنفيذ. السؤال الأول لحضرتك، كيف انطلقت فكرة المشروع؟ بونجور مسيو جورج، اسمح لي بالبداية أني أتشكركم على الاستضافة. فعليا فكرة المشروع انطلقت من مبدأ أنه لبنان بلد غني بموارده الطبيعية. هيدي الموارد يلي نحن بنقدر نستفيد منها لحل العديد من المشاكل يلي نحن عم بتواجهنا، وأبرزها بقطاع الانتاج الكهربائي. لبنان غني بشمسه، بهواه، بأنهره، ببحره، بشطه يلي بيمتد على طول 220 كيلومتر. عدة دراسات وأبحاث أجريت على الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، ومنقدر نقول أنه في البعض تنفذ منها بلبنان ولو بشكل محدود. أما إنتاج الطاقة من موج البحر فهي فكرة جديدة، والدراسات والأبحاث على هذا الموضوع بعد كتير خجولة بلبنان. من هالمنطلق سنة 2016 بدأنا بالعمل على مشروع تصميم وتنفيذ نموذج لإنتاج الطاقة الكهربائية من موج البحر مع طلابنا بجامعة البلمانت كلية عصام فارس للتكنولوجيا. طبعاً هيدا النموذج كان بحاجة للتعديل بطريقة أنه يناسب خصائص موج البحر عنا بلبنان. من هون اجتمعت أنا وزميلتي دكتور أمل إعالي لتحسين هيدا النموذج ولتحديد أبرز النقاط على الساحل اللبناني يلي هي بتعطينا إنتاج أقوى وقتا نحن بدنا نستعمل هيدا النموذج، وذلك عبر استعمال نظم المعلومات الجغرافية أو الGIS. شو هو تخصصك دكتورة كلوديا مطر وأيضا اختصاص دكتورة أمل إعالي؟ أنا أسيستنت بروفيسور بجامعة البلمانت كلية عصام فارس للتكنولوجيا، حائزة على شهادة بكالوريوس وماستر بالكمبيوتر انجينيرينج ودكتوراه بالاندستريال انجينيرينج. أشرفت على العديد من المشاريع يلي لها علاقة بالطاقة المتجددة، بالتنمية وبخدمة المجتمع. أما زميلتي دكتور أمل إعالي فهي أسيستنت بروفيسور بجامعة البلمانت كلية الهندسة، وهي مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية أو الGIS Center، حائزة على شهادة بكالوريوس وماستر بالإلكتريكال إنجينيرينج وماستر ودكتوراه بإدارة الأعمال، وهي أكسبرت بمجال GIS أو نظم المعلومات الجغرافية. شو هي الفكرة الرئيسية للمشروع؟ وهل سيكون مكلف برأيك؟ الفكرة الرئيسية للمشروع هو تصميم وتنفيذ نموذج لتحويل موج البحر لإنتاج الطاقة الكهربائية. هيدا النموذج بدنا يكون بلائم خصائص البحر بلبنان. في عدة دراسات وأبحاث أجريت فينا نقول بالعديد من الدول يلي هي قدمت نماذج بالنسبة لهيدا الموضوع، بس أغلبيتها هني بالنسبة للمحيطات. فالفكرة هي نحن أنه نشوف شو الكاركترستيك يلي نحن عنا ياهن بالنسبة للموج عنا بلبنان، لع أساسه نقدر نحن نصمم وننفذ هيدا المشروع. طبعا هيدا النموذج منه كافي لوحده بدون ما نحن نقدر نحدد أبرز النقاط على طول الساحل اللبناني بجميع المحافظات يلي هي بدها تولد لنا
طاقة أكبر. من هون دور نظم المعلومات الجغرافية أو الجي اي اس بهذا الموضوع، وذلك عبر تحليل العديد من الفاكتورز. إذا فينا نقول على سبيل المثال ارتفاع نسبة موج البحر، سرعة الهواء بالمنطقة اللي نحن بدنا نشتغل فيها، قدي هو قريب أو بعيد من الشبكة الكهربائية أو أي معمل كهرباء، والعديد من الفاكتورز اللي نحن عم نشتغل عليها. فينا نقول أنه هذا المشروع هيتقسم لأربع مراحل. بالمرحلة الأولى هو تصميم هذا النموذج بطريقة أنه يلائم خصائص موج البحر بلبنان. المرحلة الثانية رح تكون هي أن نقدر نعمل GIS موديل لتحديد النقاط الأساسية على طول الساحل اللبناني، شط الساحل اللبناني بجميع المحافظات اللي بتعطينا طاقة أكبر عند استعمال هذا النموذج. المرحلة الثالثة رح تكون بتنفيذ هذا النموذج، والمرحلة الرابعة رح تكون إن نجرب نحن هذا النموذج على اللوكيشنز اللي نحن اوريدي بينوا معنا من خلال الجي اي اس موديل. أما بالنسبة لكلفة هذا المشروع فنحن عم نجرب إنه نقدم هذا النموذج بأقل كلفة ممكنة. طبعا في بعض التكاليف، بس إذا نحن بنفكر هيدا المشروع قدي رح يوفر علينا من إنتاج طاقة، من أنه يعطينا طاقة كهربائية، قدي عم بيوفر علينا من المال والوقت، ففعلا مثل ما بيقولوا تكاليفه بتكون زهيدة جدا. شو هي أهدافه هالمشروع تحديدا؟ يعني بمعنى آخر، هل فينا نتوصل لإنتاج كمية من الطاقة الكهربائية لكل مناطق لبنان؟ الهدف هو الأكيد الاستفادة من مواردنا الطبيعية اللي نحن عنا إياها بلبنان لنحل مشكلة أساسية اللي هي إنتاج الكهرباء، وأكيد توفير الوقت وتوفير المال والتخفيف من التلوث يلي هو ناجم عن استعمال الفيول بإنتاج الكهرباء. الهدف أن نقدر نحن نأمن الطاقة الكهربائية لمعظم المناطق اللبنانية، ويلي بقدر أقوله إذا نحن عرفنا اشتغلنا بطريقة صحيحة بالنسبة للكومبينيشن بين الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية وطاقة إنتاج الكهرباء من موج البحر، أكيد أن نحن رح نوصل لكهرباء كافية لجميع المناطق اللبنانية. نحن ببلد بيتمتع بطقس ربيعي إجمالا، يعني معظم أيام السنة، بمعنى أنه الأمواج خفيفة المد. هل سيشكل هالشيء عائق أمام مشروع الإنتاج، أم أنتم منكن بحاجة لأمواج عاتية مثل ما يقال لحتى تعملوا إنتاج يعني كبير؟ حسب الدراسة اللي نحن عم نقوم فيها والنموذج يلي نحن عم نقدمه، هيدا النموذج هو قادر انه يولد طاقة كهربائية ابتداء من علو ارتفاع الموج من 10 سنتيمتر. يعني نحن ما عندنا مشاكل ابدا بالنسبة لفصل الصيف ولفصل الربيع او لفصل الخريف، لانه نحن قادرين انه نطلع انتاج للطاقة الكهربائية. طبعا بفصل الشتاء نحن عنا حيكون عنا توليد للطاقة بشكل أكبر لأنه ارتفاع موج البحر رح يكون أعلى، بس هيدا الشيء منه عائق أبدا. بقدر أعطي هون مثال صغير. نحن بنعرف أنه الطاقة الشمسية هي بتشتغل بالنهار وقت الشمس بتكون موجودة، بالليل نحن ما عنا إنتاج من الطاقة الشمسية. طبعا في العديد من الحلول انوضعت بالنسبة لهذا الموضوع، بس اللي بدي أقوله أنه نحن الموج بلبنان عنا إياه ليل نهار وبجميع الفصول، ونحن قادرين أن نستفيد منه. مين هو الفريق اللي رح يشتغل تحت إشرافكم؟ الفريق هو مؤلف من طلابنا من جامعة البلمنت، هني ثلاثة تلاميذ عم بيشتغلوا معنا حالياً على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. طبعاً لأنه المشروع كبير يبعد عنا المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة يلي نحن بدنا نشتغلها السنة الجاية، فحيكون كمان معنا طلاب من جامعة البلمنت، بس رح يكون غير فريق، وطبعاً تحت إشرافي وإشراف زميلتي دكتور أمل يعالي. هل قدمتم فكرة المشروع إلى الدولة اللبنانية؟ وهل تتوقعون الموافقة؟ طبعا الفكرة موجودة لتقديمه للدولة اللبنانية. نحن من أول ما حطينا فكرة المشروع قررنا أنه عند صدور النتائج نحن نقدمه للدولة اللبنانية، وذلك عبر وزارة الطاقة. المرحلة الأولى والثانية تقريبا متوقعين تصدر النتائج بعد شهرين من هلأ،
وبعد صدور النتائج نحن رح نقدمه للدولة اللبنانية، ورح نكفي بالمشروع بالمرحلة الثالثة والرابعة، وعند صدور أي نتائج كمان نحن رح يكون كل شيء بإيد الدولة اللبنانية. طبعا قصة تلزيمه لشركة إنتاج كهرباء هي بتعود للدولة، نحن علينا أن نقدم دراساتنا وللدولة اللبنانية على أمل أنه نقدر نلاقي الدعم المطلوب. شو هو الوقت اللازم برأيك لحتى نبلش نلمس تقدم ملحوظ بالإنتاج بعد الموافقة عليه؟ تبلش نلاقي تقدم ملحوظ بالإنتاج، علينا أنه نرجع نقطع بالأربع مراحل يلي أنا ذكرتها قبل. هودي الأربع مراحل هن يلي بياخدوا وقت أكتر، مجرد أنه نحن ما نخلص منهم فعلياً تنقدر نطلع إنتاج بتصير عملية جداً سهلة. كلمة أخيرة لحضرتك بتحبي توجهيها للمعنيين بدعم هالمشروع والمرأة بنوع خاص؟ كلمة أخيرة بحب وجهها للمعنيين بدعم مشروعنا، بدعم الأفكار الريادية، تنقدر نحن نكون جزء من حل بعض المشاكل يلي نحن عم نواجهها بلبنان. أما بالنسبة للمرأة فبحب أتوجه لها وأقول لها آمني بطموحاتك، بأفكارك، بأحلامك. المرأة أثبتت عبر العصور أنه هي منافس كتير كبير للرجل بجميع المجالات، وبالنهاية الإبداع والتميز ما بيعرف لا جنس ولا عرق ولا لون. دكتورة كلوديا مطر، بختام حلقتنا أنا بدي أتشكرك جدا، وبدنا نشد إيدنا على إيدك ونقول لك يعطيكي ألف عافية مع كل الطاقم اللي عم بيساعدك، ومتمنى لكم التوفيق طبعا والموافقة على المشروع، وطبعا بداية التنفيذ ليبلش هنا عن لبنان بإنتاج طاقة كهربائية لكل المناطق. وهذا الشيء فخر لنا، فخر أن تكون المرأة اللبنانية على هالقدر من والسعة من الثقافة ومن العلم ومن تكون باحثة أيضا. حقيقة إنجاز يعني مبارك، وبنقول لك ألف مبروك عليه. ما هون أخوتي المشاهدين بتوصل حلقتنا من البيت لختامها، نتمنى أن تتابعونا دائما عبر مريم تي في وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان فيسبوك ومريم تي في لبنان يوتيوب، والله معكم.